الحاجات اللي راه فيه. فرنسا ما تعتذرش، على بالنا انا كشخص ما على بالي ما تعتذرش، باسكو لو كان تعتذر تولي تخلص في اموال كبيره. لا فرنسا ما نحبوهاش، وهذا الاستعمار الغاشم، هذا استعمار غاشم هذايا، ما حبش يستعرف بالجرائم تاعو، وهو صح ارتكب جرائم، قتلنا 1.5 مليون شاهد. Thank you.